السلام عليكم. رمضان مبارك وتقبل الله الطاعات. أنا دكتور حسام القضاء، رئيس قسم المسالك في مستشفى الزهراء بدبي. عندنا بعض النصائح للحفاظ على صحة الكلى خلال الصيام. النصيحة الأولى عادة بأخذ كمية كافية من المياه خلال فترة الإفطار إلى السحور، بتوزيعها بأخذ مثلا كأس ماء كل ساعة وتوزيعها خلال هذه الفترة. النصيحة الثانية عادة بتكون بتقليل من أطعمة ذات الأملاح العالية مثل المخللات والأطعمة المعلبة. النصيحة الثالثة بزيادة كمية الخضار والفواكه خلال فترة الإفطار. النصيحة الرابعة بتكون بتقليل من كمية القهوة والمشروبات الغازية لأنها تزيد من إدرار البول وتزيد من فقدان السوائل في الجسم. نصيحة خاصة لمرضى اللي عندهم حصى متكررة، بزيادة كمية السوائل أيضا بمعدل 3 لتر في فترة الإفطار موزعة حسب ما تكلمنا. وأخيرا للمرضى اللي عندهم خلل في وظائف الكلى، ننصحهم باستشارة طبيب الكلى لمعرفة إمكانية الصيام من عدمه. شكرا جزيلا وتقبل الله الطاعات.